بامية تاني. ايوه بامية تاني، عارفة اللي انا عملتها قبل كده كتير، بس مش مشكلة، يلا بينا نعملها مع بعض تاني. مبدئيا كده سمينا اللي جبنا بصلاية حلوة وخرطناها وشوية زيت ورشة ملح عليها، وجبنا كمان شوية طماطم كده ضربناهم في الخلاط وعصرناهم حلو، والبصلة بتاعتنا نقعد نقلب فيها كده كويس لغاية ما تتحمر ولا تتلهف قوي زي ما انا عملت ولا تبقى بيضة قوي بس كده. ننزل عليها بالطماطم بتاعتنا ونجهز البهارات اللي احنا حابين نحطها، عن نفسي وملح وفلفل فقط بس، ممكن نطرش شطه اكتر من كده لا عشان طعمها ما يتغيرش تبقاش وحشه وما يبقاش فيها باين طعم قوي. وبعدين هنا عندنا كيس الباميه كانت محطوطه في الفريزر، فناخدها وننزل فيها كده بقى على طول. وننزل الاول بالطماطم بتاعتنا، هنا البصله بتاعتنا كانت بتحاول تهرب مننا ويعني هربت شويه ما علينا. المهم نزلنا مع عصير الطماطم بتاعنا وننزل بشويه سكر كمان عشان الحموضه، وهنا شويه ده السكر وهنا شويه الملح على فلفل على الشطه، نقلبهم كده حلو. ونزلنا الباميه بتاعتنا ونسيبها بقى تغلي مع بعض. هي الباميه هنا متقطعه صغير لانها كانت اتسلقت ويعني اتخرطت واتسلقت واتحطت في التلاجة، كانت جاية لي كده بس كده. قلبنا البامية بتاعتنا وخلصنا البامية بتاعتنا، ولا اسهل من كده. وبعدين نغرف البامية بتاعتنا بكل سهولة. متنسوش بقى تحطونا لايك واشتراك، واستنوا ان شاء الله فيديو جديد على خير. دكتور في رعاية الله وحفظه.